بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين دعي لدى الدون كمال والبؤات كجوكتان عوان كين عاوة وبلا عوان عوانك ايابا اه بلا عوان ايه عدك ادقي ستين داو ديال وقدومي هوري ايه ماركي سي اكاديمية ذا لقن كي يسوغان تأرورين تيدا افكا صوماليقا الدوليقا ايو اها مستر ماح واحد مودا مركا اف صوماليقا انو صو صو حرمي واجي وان دات شي وان دادي ناي وحلبوان نقانا اف صومالي ان دلوغو قان عيو هرتو حادو ماليسا ان اي صو حرانتاي او دادكونا هادا ان دهودو اي صوود الجيدان او ان بين لو شيغي كرين او يكولا حساب تاميان الدنيا دان هل قري اي تاي ماشا سوحا كعب ورقد دان لغو فشلمي ان هرتا توغيسي لو قري لكن اي صوفا كتاي مركاسي كدبنا عسلادة ايو ماركاسي هشكدينتا مركاسي اي دالتاي ماح مركادو حولي ايهاي وكود دو ديا النغو مايغا اف صومالي كمسارين مايغا اي محاقو وا اف صومالي اف صومالي قوا ماي اي محا سيدا سولي لكن وحلالي ورقادة آت سو قرتين وحاكو تالا ان محا تريغا كلية او يهي افكا صوماليغا رسميغا محاد كالليه دهي اي مايا انناغا بلبان فرني بلبان حرني حدا بيشا آد فرتين يا بيشا آد حرتين محاد تري كليا كو قرتين اف صوماليغا رسميغا انو نقون كرا اما يهي مايا سيداسي ما اهن دادك انو معنية سيكالا افسيران ما اهن ان ديباتالا سمية ما اهن ان معنية حمان لو بدلا ما اهن ان لفوقية ما اهن ما اهن ما اهن على كل حال على كل حال هذا لكم مرة ما هذا قرطوا وقر قردردنا وقردروا مال ان لساروا مركا ماح مركا يقود دم بيسي ورياء قدكو كسور دي وحانا او يري انهو تلسو جيدين بان لحين يعني وحي الوه الشيي ان ماركيسي دستورك يعني اسكولاتك يقوبا وحبرشادة لقوضه وحي الوه الشيي مركا واما حي محانا الوه الشيي يعني كوه الشيي وحوكا قد نقايا اسلام مركلي ان لهجد محاقة اه قرال كيدا والله قرأي كون ساقال بقول لبي تضباطن كي صومالي ان اي كوه الشيي سوكا قد نقايا لقو مهشينين صومالي مال اي سوكو تمادي هشيس كاسي او دعاي ان اف صوماليه وياهي كليا محا مجرين وقت كاسي ودن كدكتاتر باد جوغي حكونا مردي كرسي دي دبا يعني وحم السيريا وددكو اي كوضا دحيان هالقف ربيتان كيسي كو مشاقين ايو مركاسي ملتاريجي اياه جوغي دالكا ملتاريجانا وحاوي نين محابو اها فرتيس لهجدي سهويو قري تيبانا دادك اللوغو سعودسيي هشيس مقرون إيا كرباشا إلا دادك بيرها اللوغو قيناي قفك آن أولا لان مايغا إيا محاغا و آن شقابا كل هاين آنان أقونين انتا بيرتيسي اللوغو قيو نظام دولديد أيا فير إيا فرلاب لوغو براعيي محاغا إن أي قصب كو برطان اسكولات كان أي كل التان مركا ماحو حولي والوغو هشيي يا كو هشيي ان اف صوماليغا محا كليه او يهي حقا هشيس كاس حقو كدعي ما هرقيسو كدعي ما بوصاسو كدعي ما قلمودوكو كدعي ما مقدشو كدعي ما بيدبو كدعي ما كسمايو كدعي ما بلدوين ده ما حضر ده ما اش اللوغو هشيي ايان دونينا شيخ قاسم شيخ صالح ايا سوق من دونا دي الهي وكرها لنقضو شيخ قاسم ادي اجوكتت سودوو شيخ قاسم شيخ صالح استوريا كو سودوو عدكا اغانا وفريا كو سعو الو حلو هوا مغلية ايضان ومالي مغلية ايد بلغو مغلية شيخ قاسم كو سعو ايضان ايضان وما سنتهي
Soomaali ween dhana waan u mahadcelinayaa dhageysiga iyo in ay ogaadaan dhibaatada wadankooda ka jirta iyo dadka isku horkeenaya dadka isku daraya dadka oo sida hadda ninkan uu leeyahay waxaan ahay akaadimi balfiri akaadimi maxaa la yiraa oo aqoonta inuu fanka iyo suudaanta iyo waxoo dhan inuu keediyay ahayd iska dhaafe luqadda maayga oo dastuurka lagu qoray la ogaaday inay qowmiyaddan ay ku hadlayaan iska dhaafe luqadaha yaryar oo reeraha yaryar gaarka u ah oo hal reer ku hadla sida afka reer baraabaha la sheegay kan tunida iyo kan jiidada ay ahayd inuu oo u saara guddi ay xog ururiyaan oo meel la dhigay ahayd oo hiddaha iyo dhaqanka uu ku daro iska dhaaf hadda luqaddan qoom ku hadlaya inuu yidhaahdo ha laga saara dastuurka qaranka oo weliba lama taabtaanyaasha ay tahay dastuurku wuxuu leeyahay qaybo la bedelo iyo qaybo aan la bedeli karinba la taabanayn waxaa ka mid ah calanka soomaaliyeed oo kale lama bedeli karo haddi wixii kale mucjizo dhacaya waa gooni iyo qodobadan afka soomaaligu wuxuu ka kooban yahay maay iyo maxaa in la bedelo meelay ka soo gelaysa male haddii ninkan fikraddiisa la fiiriyo sidaad sheegtay weye waa sir soo fakatay waayo markii af soomaaliga la qoraayey maay iyo maxaa marka la yidhi aniga jabuuti kama tabaryarno oo maxay ahayd afartu kama tabaryarni jabuuti oo kana idaacadda markay soo gelayso afka jabuutiyaanka oo afartan waa laga hadlaa soomaaligana waa laga hadlaa waayo loo samaynaya hadda dowladda hadalkeeda ma in ay u sheegto soomaa dadkeeda dadka maayga ku hadlana inay fahmaan bay ahayd waxa dowladda leeda dadka maxaatirigana inay fahmaan sidaas darteed dowladdii kacaan iyo nimanka khaa'imiinta ahaa oo khaa'imul wadanka ahaa la shaqaynayay sida ninka kan oo kale khaa'inka ah oo uu yidhi af soomaaliga markaa hadlaysid weli af soomaali ku hadal meeshay ka bilaabeen khiyaanadood xaasidnimadood meeshay ka bilaabeen oo in la yidhaahdaba afka maayga soomaali ma ah tii buu adkaynaya sidaas darteed waxayba ahayd 77 xildhibaan ee soomaaliyeed ee maayga ku hadlo inaysan maxaatiri ku hadlin maadaama la yidhi baarlamaanka waxaa lagu hadli karo luqadda koowaad waa maay iyo maxaa luqadda labaadna waa carabi baa la yidhi maanta ninkii maayga ku diidaayo bal carabi ku hadal maba ku hadli kartidbu waxaa laga yaabaa dadka qaarkood carabiga inay ku hadli karaan caalimka inuu na fahmaan rabnaa adigana waxaad diidan tahay soomaalida inay dad fahantaa diidan tahay oo waxaa leedahay afka maayga maxaa tiri ku hadal war gabadha bakool ku nool iyo dadyowga bakool ku nool maxaa tiri maxaa ka galay ma yaqaanan annaga ayaa iskuul qasab nagula baray maxaa tiri hadda aan ku hadlayno iskuulkaaba la dhihi jiray qasab qasabna wuxuu ku ahaa afkan maxaa tiri wax ku baro taasaaba qalad ahayd waxay ahayd nimanka dejiyay afka soomaaliga la qoraayey isla markaasba maaygana la qoray ahayd idaacadaha lagu sii daayo ikwa laga dhigo marka niman xaggira sida ninkan oo kale oo xaggira ah oo maayga fiiri luqad dad haddaad diidid macnaheedu waxa weeye dadkaasaa rabtaa inaad baabi'isid aad tirtirtid dad marka la baabi'inaayo waxaa la baabi'iyaa luqadood waxaa la baabi'iyaa dhaqankood kadibna ayagaa iska baaba'ayo sideedana luqaduhu waa mucjizooyinka rabbaaniga aayad qur-aan baa waxay dhahaysaa wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum ina fii dalika la aaya war adaamadahayga aniga ilaahnimada ilaahay wuxuu leeyahay ilaahnimadeeda waxay ka mid tahay aboodeyda rabbaaniga waxay ka mid tahay mucjizada ilaahay waxay ka mid tahay samada iyo dhulka la abuuray oo bilaatiir oo cid haysa aan lahayn oo wax dhaqdhaqaaqaya aan jirin se oo la rinjiyaynayna laleeh sanadkan samadiyaa soo duntayo waa la dayactirayaa la dhahayn waa aboodi ilaahay wey
واختلاف ألسنتكم باكمدة دب بني آدم إسليهين حدنا اللغذوك كلا حضلة كالياني إنجريز جرمل ماي محا وعرفت ده واختلاف ألسنتكم وألوانكم كلاك مذو عدان وهذا يري هذا عدان وحل يري هذا مذو مجر هذا يري لمتة لغات مجرته مذو مجروي إلى أن الله بضع ذلك وكذلك إن لغتان إسخلافسين كذلك إسخلافسين إن في ذلك لعاية لأولي الألباب أو لعاية للعالمين وإبرغ هذا الشوء وعلى إرادة سيد محمد عبد الحسن وحيابه الجبيي وحاكمة أهل ليري لغته وإنكري أو أي كفان جرين وعدو إسكدائين أفقالا أم أفمسلن أيدين كل ما هذا يري سيدك سيدك بايري أفقالا أفمسلن يا كودر سادق نكان أفكيس نكان أفكيس دادن أقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام مال أسيق اللغة وكبدل إلى مشيق قال هذا بالوعو يري قال كستب اللغة هذا برتا قال كستأدونك كنول لغة يكون لان برتا ومن علم اللغة قوم آمن مكرم بالي فيري مدين اللغة هذا لبابي كو وحاكا لها جيرتا ودامادا هادا رير قلبيتكو اما مرايكنك اان جوغنو دقالكي اللباد اي ادونك وحا لغوبت باديي لغد اللباد او اللي يرادي هنديان اميريكان واللغد قاربي ليهن مركي راداليياشي لسنا قبصدي او دياردي اللي دوغينا يقوبي دقالك لغد اللي بدلي وحا لغوبت بدلي لغد هنديان اميريكان كا لغوبت دل واللغد قارة لغد يا لغو قوليستي ودنك كو قوليستي اسلا صوماليا 77 كي وحا الله شيغي ما دام حبشد صومالي اي لا شقينيسي وحا الله شيغي رادلك صومالي انو فشل ماي وحا لو لي افكو ماي قال لو بدلي او وحا لي دي جرا لي رسد نين لو شيغي حد ديارادا حبشد اي مادان هي بيرو شيمبير ولا كوينا من شيمبيروغي ما عرفني شيمبيروغي جيغا عالد يا كورن والله جيغ شيمبير مجرت او معنيدي هي ديارد واحد دوقينس مجد سال لو فاهمين سرت لغدا لغو قري ماي قال لغو قري الى دغالك 77 و هو كوغوليستا لغو ليهي رادلك مركه لغو بدلي لغيده ماي الى ان حبشدينا ما متقان نمنك اف سوماليغا ما حاتريين ما يقانان مايو سيد درتيده دلك هو غوليستا مريكان و هو كوغوليستا لغديسا لبات وا لا احتراما الى هدا اي وها كاغا درن مريكان كو وا اوغول ياهي لغد كاستا لغو هاد ان لا قرو سومالي هاد و هو اولولينويسا oo Minneapolis joogto waxay leeyahay hal qoro luqadeen hadii loo diido ka war la yiraahdo wadanka luqadii lagu ma isticmaali karo no waa loo qoray turjumaan la galiyo meel kasto waay ayaga niman ayaga lamida Soomaaliya in luqadooda xurriyada laga qaado marka ninkan markaan dhageystay arkay waa haasid haasid dalay weeyo hata haasid ma haasid haasid dalay wuxuu ku yahay umad dhan jirtaa